طب والوجع احسن؟ احسن الحمد لله. لا صوتك ما بيقولش كده. انا هاخد اول قطر واجيلك. ثانيه واحده خليكي معايا. ماشي. في حاجه؟ في البنطلون الجنس الكحلي. البنطلون اهو. اتفضل بقى. ثواني هاخد القميص والجاكيت. هكلمك تاني يا حنين. طيب ماشي. هو انت ما حللكش الدولاب غير دلوقتي؟ امال مثلا هنزل الشغل بلبس البيت؟ وانت قررت تنزل لما سمعتني بكلم اختي. انا مش نادل يا سناء. وانت عملتها قبل كده فتعملها تاني عادي. انا مش عايز اعرف حاجه عن اختك والاوضه وسايبها لك. وخليكي فاكره كويس ان انا جوزك، يعني هعمل اللي في مصلحتك حتى لو انت شايفاه غلط. يا سناء طبعا اتخانقتي مع ابراهيم وبهدلتيه. انا مش قادره اسامحه. اذا كان غلط في حق حد فهو غلط في حقي وانا مسامحاه. بس انا بقى مش قادره اسامحه. يا اختي انسي انسي بس شويه. وبعدين ما ينفعش تيجي خالص. ما تخافيش عليا، انا ولا فارق معايا كل اللي حصل ده.